لم يعد موظفو النيابة العامة والمحاكم من قضاة ومستشارين يتحملون عناء إدارة سير الدعوة القضائية، فقد أصبح بإمكانهم الوصول إلى أصول الدعوى بضغطة زر واحدة، وذلك من خلال تدشين آلية الربط الإلكترونية باستخدام برنامج ميزان 2. احنا كنا قبل ميزان نستعمل كل شيء يدوي، الآن بعد ما دخل ميزان كنظام التكنولوجيا على المحاكم طبعا سهل علينا بطريقة غير طبيعية. أصبحنا بكبسة زر نطلع الجدول الشهري ونرسم عليه، حتى يعني احنا بنطلع الجداول الشهرية وارتسم عليها سياسات المجلس، قديش وارد قديش مفصول، شو عندنا تراكمات للقضايا، شو لازم نعمل. يمتاز البرنامج بقدرة عالية على معالجة البيانات المدخلة وربطها بالأطراف ذات العلاقة، ما من شأنه تحسين العمل القضائي في المحاكم وتسريع إجراءاته. يعني هذا تطور كبير فيما يتعلق في إدارة الدعوى الجنائية ما بين النيابة العامة وما بين القضاء. عملية الربط راح يحصل منها توفير للوقت والجهد بالنسبة للمواطن وبالنسبة لعضو النيابة وبالنسبة للقضاء. آلية الربط هذه تشمل المحاكم والنيابات العامة ووزارة المواصلات، بالإضافة إلى نقابة المحامين والمزاولين لمهنة المحاماة في محافظات الضفة الغربية. هذا المشروع سيفيد النيابة العامة بصورة مباشرة، وسيفيد المواطنين أيضا من خلال الإجراءات القضائية التي تتسم بالشفافية والنزاهة المطلوبين. على مدار عام تواصل عمل الخبراء في تطوير ميزان واحد الذي بدأ العمل به داخليا قبل عدة سنوات، إلى أن استطاعوا أرشفة آلاف القضايا وهم يستعدون لتصديره إلى دول الجوار. هذا البرنامج بيحتوي على كافة بيانات القضايا الموجودة في المحاكم، من المشتكين، من أسمائهم، من عناوينهم، من المحامين المترافعين والمزاولين، من نوع الدعوة إيشية، من ربط التهم إذا كان في شخص عليه أكثر من تهمة، إيش التهمة اللي على كل شخص معين، لتوفير بيئة مناسبة للقاضي إنه يعرف إنه هاي القضية مرتبطة مع قضية تانية، فبالتالي لما بيحكم في هاي القضية بيعرف إنه في قضية تانية مرتبطة فيها. هذا الربط الإلكتروني بين أطراف العدالة يأمل القانونيون أن يشكل خطوة مهمة على طريق الحد من تكدس القضايا وتأمين سرية المعلومات القضائية وشفافيتها. حمز السلايمي، اعرف حقوقك وقوم أدائك. تلفزيون وطن.